مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف منورنا. نور نورك يا فندم، صباح الفل. صباح النور. هنبتدي لقائنا بمتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلا عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 في هذا الإطار. ووجه الرئيس السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة. أستاذ شريف، يعني هذا اللقاء وهذه المتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وابتدينا بقى دلوقتي نتكلم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ويعني أعتقد أن احنا طالعين بنتائج جيدة من COP27، وكان قبلها عندنا مؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الصناعة، أعتقد كلهم بيصبوا في حاجة واحدة أن احنا هنبتدي نشوف نتائج على أرض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. المفترض طبعا بعد الحدث الضخم اللي هو COP27 شرم الشيخ أن الموضوع يتحول ويبقى نقلة نوعية في علاج تغيرات المناخ، وطبعا التوجيهات الواضحة والتوجيهات الصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبقى دالة على أن مصر بتتجه إلى عصر الهيدروجين الأخضر، وده لابد أن احنا نلتفت إليه. ده بقى مرتبط أولا وأخيرا بجدية الحكومة وبجدية القطاعات المعنية في تفعيل إجراءات الاستخدام بقى وتوظيف الهيدروجين الأخضر، وأن يبقى فيه اعتماد على الطاقة النظيفة. لابد أن يكون فيه اهتمام بمشروعات الألواح الشمسية، يكون في اهتمام بفكرة البحث عن مصادر بديلة للطاقة والبحث عن بيئة أفضل. فده طبعا هيتحقق من خلال ان يكون في تنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة زي وزارة البيئة ووزارة التكنولوجيا والاتصالات، يبقى في فعلا يبقى في تفعيل لدور وزارة التربية والتعليم عشان يبقى في توعية بيئية في المدارس والجامعات. فالتحركات دي كلها لازم تتم في شكل متوازي وفي خطوط متوازية من خلال توجيهات النظام السياسي. طبعا COP27 الحقيقة بيستعد دلوقتي ان هو يسدل الستار على حل هذا الحدث، فلابد ان يكون في الخروج مش بتوصيات بقى، بقرارات واجراءات. اولى هذه الاجراءات ان احنا لابد ان احنا نلتفت الى مواردنا، لان احنا مش هنقدر نعتمد بالدرجة الاولى على الدول الغنية او الاثرياء، لان ده طبعا له حسابات كبيره جدا وحضرتك ادرى بيها. فالموضوع معتمد على ان كل دوله لابد انها تلتفت الى مواردها هي، وتبدا تلتفت الى كوادرها البشريه ازاي تقدر توظفها في الدخول بقوه الى عصر الهيدروجين الاخضر او الطاقه الخضراء. ده يقتضي مننا ان احنا نركز جدا على ازاي يتم استنباط او استخراج هذه الكنوز من بطن الارض، ازاي نخضعها للبحث العلمي المتراكم والمستمر، ازاي يكون في تطوير لهذه الخامات او هذه الموارد، زي بالظبط ايه البحث عن الرمال السوداء في اراضينا، يكون في اهتمام اكبر بالزراعه والصناعه، ويكون في تفعيل لفكره التصنيع لابد ان هو يكون متوقف عن استخدام الوقود او الفحم، ويبقى في استبدال لمصادر اخرى علشان يبقى في فرصه للحصول على بيئه نظيفه.
الحاجات دي كلها لابد ان يكون في تكاتف وتضافر جهود بين الحكومه وبين القطاع الخاص في المستقبل. صحيح، لكن في الخبر ده في اهم، في موضوع مهم جدا وهي انه بتنصب كل الاهتمام الان على مشروعات في المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس. من الواضح أن هذه المنطقة سوف تكون يعني منطقة صناعية حيوية جدا في مجال الطاقة، خليني أقول، لأنها كمان يعني أنت بتتكلم على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنا جنبي البحر الأحمر جنبي قناة السويس، عملية النقل واللوجستيات هتبقى أسهل لو أنا هبقى هب للهيدروجين الأخضر، كمصر هتبقى هب للهيدروجين الأخضر، كما هي بتتجه أنها تبقى هب للغاز الطبيعي. أصل المسألة كمان غير إنها ليها بعد سياسي واستراتيجي وليها بعد اقتصادي، لأن قناة السويس شريان حيوي جدا من شرايين اقتصاد الدولة، وهي حلقة ربط بينها وبين التجارة العالمية. صحيح. فبالتالي أنت ممكن تستغل ذلك في إن يكون فعلا في توطين للصناعة وفي هذه المنطقة الاقتصادية، وتبدأ إن أنت تطور هذه المصانع وهذه الإيه المحابس اللي تقدر من خلالها إن أنت تعمل عملية اتصال دايما بينك وبين الخارج وما بين السفن الخارجيه. بمعنى ان قناه السويس الحقيقه دايما ممر ملاحي مهم جدا لمرور الشاحنات والحاويات، فده طبعا ممكن يؤدي الى مزيد من الرواج التجاري. طيب ايه الجاذب لقناه السويس؟ لابد ان يكون في هناك مشروعات. المشروعات ديت علشان تتنفذ لابد بقى ان يكون في ادوات تمكن هذه المشروعات من انها تقف على ارض صلبه. صحيح. من خلال رؤية القطاع الخاص، من خلال رؤية رجال الأعمال، خصوصا أنهم لهم خبرة في إدارة مثل هذه المشروعات، بالإضافة للتسهيلات والصلاحيات اللي ممكن توفرها الدولة. الدولة عندها الأرض وعندها المكان وعندها الممر وعندها الايه، وعندنا ميناء بورسعيد ومينا السخنة. بورسعيد ومينا السخنة يعني هي في منطقة حيوية جدا طبعا. لكن انت لو اديت الايه القطعة دي، هذه القطعة الذهبية، لو اديتها لمجموعة من رجال الأعمال أو تحالف من رجال الأعمال تحت قيادة وتحت رقابة الدولة، هنا أنت هتضمن النجاح وهتضمن التفوق. صحيح. لكن أنت لو اعتمدت على الرؤية الحكومية أو الإدارة التقليدية لمثل هذه المنطقة، ممكن يحدث إهدار للملايين بل إهدار للمليارات. لابد أن يكون في بوصلة من الدولة موجهة في إيه؟ في أنك إزاي تستفيد من خبرات القطاع الخاص أو من علاقات رجال الأعمال. صحيح. نظير ايه؟ نظير صفقات واتفاقات ملزمه بين الطرفين. صحيح. طيب هنتقل لخبر اخر. قال السناتور شيلدون وايت هاوس ان مؤتمر المناخ كوب 27 مثير للاعجاب وناجح جدا وتنظيمه على درجه عاليه من الاحترافيه، مقدرا دور مصر كدوله مضيفه لهذا الحدث الضخم، واوضح لذا قدمنا لها المساعدة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن خلال مشاركته في فعاليات كوب 27. وعن أهمية مؤتمر المناخ قال وايت هاوس في تصريحات له: أهمية خاصة نظرا لكونه أول مؤتمر للمناخ يعقد منذ فترة في أفريقيا، وجاء منسجما مع الدور الأمريكي والاهتمام الكبير الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية وإحداث توازن، وتحاول تلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطط مواجهة تغير المناخ وتحقيق العدالة المناخية، وهو ما يجب طرحه على طاولة النقاش بجدية في التنفيذ. يعني الوفد الأمريكي أعتقد كان وفد كبير جدا، يعني مش بس على رجال الكونغرس الأمريكي برئيسة الكونغرس الأمريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، طبعا الرئيس الامريكي جو بايدن جه بعدهم، لكن يعني مش بس الوفد الامريكي بس، يعني يمكن هنا دي تصريحات سناتور الامريكي انه لا، مؤتمر المناخ حقق نجاح، الحضور سواء على مستوى القادة كان عدد كبير جدا، تقريبا أغلب قادة العالم هم اللي موجودين، خليني على مستوى الخبراء والفنيين ومنظمات المجتمع المدني، يعني هو كان حافل بالعديد من الشخصيات العالمية المؤثرة. في كلمة ابتديت كنت أسمعها وأنا هناك: تحقيق العدالة المناخية. وهذه الكلمة يعني يمكن كانت في كلمتين ابتدوا يطرحوا كيفية التكيف مع تغير المناخ وتحقيق العدالة المناخية. إزاي ممكن من نجاح كوب 27 وطبعا
خلينا نقول انه في كتير جدا ممكن يقول كلام لكن بعد ما بيرجع بلده بيحصل حاجة تانية خالص بالزبط. يعني ده شيء طبيعي. لكن ازاي مصر تقدر تستثمر هذا النجاح في انه توجه العالم لبوصلة اكثر اتزانا اكثر عقلانية عن ما يحدث الان؟ تصوري طبعا ان كوب 27 ممكن يكون نقطة انطلاقة ان مصر تبدأ بنفسها تبدأ هي تعمل. هي بدأت صراحة يعني ولا يعني خلينا نقول العديد من المشاريع والعديد من الحاجات بالظبط بدليل الخبر اللي احنا ناقشناه من شوية صحيح. كده يعني احنا بناخد الخطوة وبنحاول ان احنا نترجمها عمليا علشان تبقى رسالة واضحة للعالم ان احنا مش بس بالمؤتمرات بتاعتنا بتبقى مؤتمرات لتبادل الخطابات او الكلام او الاتهامات المتبادلة، لا احنا دولة افعال لا اقوال. نحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد خطوات عملية من خلال هذه المشروعات اللي احنا بنتبناها او نفتح افاق اوسع للايه لمعالجة مشاكل وملفات ضخمة زي ملف المناخ. لكن لأكون صادق مع حضرتك يا استاذ رشا، العدالة المناخية دي ما بتتحققش من خلال طرف واحد. العدالة دي متطلبة ان يبقى في محكمة عدل دولية فيما يتعلق بالمناخ، بمعنى ان لازم يكون في انصاف ولازم يبقى في تعاون ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة. لكن الدول الغنية بتبقى أسيرة لفكرة المصالح مع المافيا المستفيدة من فساد المناخ. في فساد المناخ دوت على فكرة في بعض الشركات او بعض الكيانات المستفيدة جدا منه، فلابد ان يكون فيها محاربة على اعلى مستوى، وده لن يتم الا من خلال تضافر كل الجهود الدولية مع المنظمات والمؤسسات الدولية. صحيح. اذا كنا احنا هنعتمد على خرطوم المساعدات من الدول الغنية للفقيرة فده رهان خاسر، لابد ان يكون في الرهان الاكبر اللي هي بدأته مصر، انك بتعتمد على نفسك في المقام الاول وبتعتمد على كوادرك البشرية وعلى مواردك الطبيعية في انك ازاي تلاقي حلول للايه التغيرات المناخية، ازاي تقدر توجهها، ازاي تقدر تطور ادواتك او تطور رؤيتك علشان خاطر هذه المشكلة يكون في فرصة للسيطرة عليها. هل الشركات في النقطة دي، هل الشركات من الدول العربية الشقيقة او من دول الجوار بشكل عام ممكن انها تؤدي الى يعني استقرار الوضع واستقلال القرار ايضا الى حد كبير؟ لان احنا كدول عربية احنا المفروض في سفينة واحدة. نعم. وبتجمعنا هموم مشتركة ومصالح مشتركة، واذا كنا احنا قادرين ان احنا نكون لوبي عربي قوي على مستوى العالم هو دوت اللي هيجبر الغرب وهيجبر الاعداء او الخصوم ان هم يحترموا الارادة العربية ويبدأوا ان هم يخضعوا لاجندتها او لشروطها. وانا شايف ان حضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه، ان انت لازم يكون في شراكات شامله بيننا وبين بعض، ما نبقاش في جزر منعزله او كانتونات منفصله في الشرق الاوسط، لان هي دي نظريه الفوضى الخلاقه اللي بيسعى عليها الغرب. فانت لابد يكون عندك فعلا استقلال سياسي واقتصادي. ده حصل اعتقد يعني كانت في من خلال كوب 27 مع دوله الامارات الشقيقه، المملكه العربيه السعوديه اعلنت عن المشروع، ايضا مع الجزائر. يعني اعتقد انه عدد من الدول العربيه قدروا ان هم يعني مع مصر يجتمعوا ويقدروا يعملوا او هيعملوا حاجه مشتركه. وشراره البدء كانت في قمه الجزائر لما الرئيس الجزائري رئيس الدوره عبد المجيد تبون طالب ان يكون في تكتل اقتصادي او محاوله لاعاده احياء السوق العربيه المشتركه مره اخرى. الاقتصاد هو البوابه اللي تقدر من خلالها تضمن حاله الاستقرار في اي منطقه، وبالتالي لما يبقى في استقرار هيبقى في هدوء في التفكير، لما يبقى في هدوء في التفكير هيبقى في رؤية أكثر اتساعا، فتقدر أن أنت تلاقي حلول لأكثر المشاكل إزعاجا منها مشكلة المناخ. وأنا شايف أن نجاح مصر تنظيميا وببراعة وتفوق ورقي في تنظيم كوب 27، وإحنا على مشارف أن إحنا بنشوف مونديال كأس العالم في الدوحة ودولة عربية هتتولى إيه تنظيمه. المانع أن الفترة الجاية أن مصر تفتح الملف مرة أخرى وتسارع بتنظيم كأس العالم، وده له بعد تجاري وسياحي أكبر. صحيح. طالما أنها نجحت في مثل هذه الاختبارات، المؤتمرات السياسية دي بتبقى أكثر أهمية وأكثر قوة، وبالتالي أنا شايف أن تنظيميا مصر الحقيقة قطعت أشواط مهمة جداً، وهتقطع اشواط اكتر فيما يتعلق بالعداله المناخيه، بس ممكن تبدا بالايه؟ بالعرب
وتبقى ديت على فكرة هي المقدمة القوية. صحيح. هنتقل برضو الموضوع تاني. وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر كوب 27 عقد اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومساعديهم، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، وتطلع مصر إلى مواصلة تعزيزها في على مختلف الأصعدة. خليني أتكلم هنا يعني أستاذ شريف على العلاقات المصرية الأمريكية. يمكن يعني للأسف خليني أقول أنه السوشيال ميديا وبعض المواقع الغربية أعطت للمصريين أو للعالم صورة أن العلاقات فيها بعض الفتور ما بين مصر والولايات المتحدة، لكن الصورة اللي ظهرت عليها في شرم الشيخ العلاقات المصرية الأمريكية، لا ده علاقات قوية وعلاقات ما فيهاش حالة الشد اللي صدرت للعديد مننا. ما فيش حد يقدر ينكر أبدا أن مصر مهمة جدا للبيت الأبيض. مصر هي رمانة الميزان وهي حجر الزاوية في الشرق الأوسط. شيء طبيعي جدا أن دولة في حجم وقوة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تلتفت إلى مصر أو تنظر إلى مصر عند أي تغيرات أو أي أزمات. لكن دايما العلاقات المصرية الأمريكية في حالة تذبذب ما بين صعود وهبوط، لان في بعض حسب الادارات، يعني حسب اداره الجمهوريين او اداره الديمقراطيه بنسبه كبيره. لكن في ثوابت في السياسه الامريكيه، ان الحفاظ على امن اسرائيل في المقام الاول، ان يكون في بعض التابوهات اللي بتتبناها السياسه الامريكيه فتبدا انها تلعب عليها علشان خاطر تاثر على علاقتها بالاخرين. تتكلم عن ملف حقوق الانسان، تتكلم عن ملف المناخ، اي ملفات تانيه شائكه، ملف خاص بالامن الاقليمي في الشرق الاوسط. الملفات ديت مصر بتبقى ضالعه فيها بشكل او باخر، فدايما بيبقى في نقاش مفتوح ما بين البيت الابيض والقاهره. لكن في نقطه برضو مجوهريه، فين ان الولايات المتحده الامريكيه مشرفه ومحكمه قبضتها على المؤسسات الدوليه اللي عندها حلول لكثير من الازمات زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودي منظمات الحقيقه بتعمل باشاره خضراء من الايه من البيت الابيض. فدايما اي مؤتمر او اي حدث سياسي لا يمكن ان احنا نفصل العلاقات المصريه الامريكيه عنه، لان هي دي بتبقى ايه نقدر نقول ان هي بيت القصيد. ان العلاقات المصريه الامريكيه من خلالها بتتفتح شرايين تانيه جدا، ويبقى في رؤيه تانيه. اذا كانت العلاقات المصريه الامريكيه بتبقى علاقات صحيه او جيده او هادئه، ده بينعكس بالايه بالاجابه على بقيه الملفات. لكن بيبقى في شد وجذب او حاله من حالات، مش هنقول الفتور زي ما في ناس وصفها، هي بحاله من حالات الترقب. يعني دايما البيت الابيض او الاداره الامريكيه بتبقى مترقبه خطوه مصر ايه في الفتره اللي جايه، ومصر بتبقى مراقبه جدا على شكل الخريطه السياسيه في امريكا، خصوصا بعد انتخابات التجديد النصفي اللي كانت في نوفمبر اللي كانت في من يومين، واصفرت على ان الجمهوريين تمكنوا من مجلس النواب. بس مجلس الشيوخ بقى مع ال بس مجلس النواب هو مع الديمقراطيين. بس مجلس النواب هو اللي بيبقى له التاثير، بيبقى له الكلمه الاقرب لانها تبقى مسموعه وبيبقى ليها التاثير اكبر. وطبعا لاح في الافق احتمال عوده الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى الصوره، وان هو بيخطط، بل هو اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسيه. لم يعلن بعد، يعني هو قال حق. هو حق بس هو بيخطط لده. بس كل الحاجات كل المؤشرات بتقول ان الاداره الامريكيه دلوقتي في حاله تخبط وفي حاله صراع ما بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين. الاداره الجمهوريه بتبقى دايما مياله للعنف. صحيح. وبتبقى مصابه بالغطرسه والصلف مقارنه بالديمقراطيه. وبرضه جو بايدن بيبحث عن اي انتصار خارجي علشان يعوض بيه اخفاقاته في الداخل. فده يتحقق ازاي؟ يتحقق من خلال الرهان على حليف وصديق استراتيجي زي مصر، ان يبقى في حضور. هو كان حريص على انه كان بيتردد في الايام الاخيره ان هو مش هيحضر شرم الشيخ، لكن هو حضر لانه حس كويس جدا ان وشعر باهميه هذا المؤتمر واهميه ان هو يبقى موجود في هذا المشهد، خصوصا وان التغيرات المناخيه مخيفه وكابوس يهدد العالم. طب هي فين امريكا من هذا النظام؟ غيابه
غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ده غياب منطقي لأنه هو المتسبب في مثل هذه الأوضاع. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن بيحاول أن هو يحافظ على قبلة الحياة أو أن هو يجدد مستقبله السياسي. ده لن يتحقق إلا من خلال أن هو يكون حضوره للمؤتمر أولا، وأنه برضو يحافظ على علاقة العلاقة أو يجدد العلاقة بين مصر وبين أمريكا، على أمل أن ده يحقق له نوع من أنواع الارتفاع أسهمه في الشارع الامريكي. اه بس هو رايح بعد كده على قمه الاسيان، ورايح على الجي 20. اه طبعا. والصين بقى مستنياك هناك يعني. لا هو وضعه صعب. لا لا، انا ما اتوقعش ان هو هيستمر، لان في مشاكل حصلت وازمات الحقيقه خانقه للمجتمع الامريكي قبل ما تبقى خانقه للعالم في عهد بايدن. واعتقد ان الجمهورين يعني متربصين جدا، حتى لو كان ترامب او غير ترامب، اعتقد ان الاداره الجمهوريه هي الاقرب للبقاء، ولو ان المشهد الامريكي دايما عودنا على المفاجات. صحيح. الكاتب الصحفي الاستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير الاهرام، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت فقرتنا الاخباريه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل انا صحيح رجعت من شرم الشيخ، لكن كان ليا لقاءات كتيره بعد الفاصل مع شرم الشيخ وكوب 27.